ازاي اعرف المكمل الغذائي المناسب لجسمي؟ كل جسم له احتياجات غذائية مختلفة عن التاني، بتختلف تبع لحالته الصحية، وزنه، عمره، حالته الحركية، نشاطه البدني. فأنا مفروض أن أنا أعرف احتياجات جسمي إيه من المكمل ومن المغذيات الكبرى والصغرى والعناصر الغذائية المناسبة لجسمي واحتياجاتي منها قد إيه والنسب المطلوبة من كل عنصر. هل أنا باخد احتياجاتي الغذائية كلها كاملة من الغذاء الصحي اللي أنا بتناوله على فترات ويكون غذاء صحي من مصادر موثوقة؟ هل أنا عندي نقص في العناصر والمكونات المطلوبة لجسمي ولا لأ؟ إذا أنا عندي نقص في أي عنصر من العناصر اللي مطلوبة لحالتي الصحية، لازم أخد الباقي من المكمل الغذائي. فلازم المكمل الغذائي يكون يحتوي على العناصر المطلوبة اللي أنا بفتقدها في الغذاء بتاعي.